أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير سورة النحل في هذا المسجد المبارك. أيها الأحبة، اليوم معنا سورة النحل، وسورة النحل سورة مكية، وموضوعات السور المكية تدور حول تأسيس الاعتقاد، تأسيس الإيمان بالله وتوحيده وإفراده بالعبودية، والإيمان بالرسول الذي بعثه الله سبحانه وتعالى حجة على الخلق، والإيمان بالرسالة التي بعث بها، والإيمان بهذا الكتاب العظيم. ومن أعظم ما جاء التذكير به في القرآن المكي هو الإيمان باليوم الآخر، لأن المشركين كذبوا بذلك اليوم، ولأن الحياة لا يمكن أن تستقيم وتصلح إلا إذا آمن الإنسان بالله وباليوم الآخر. ولذلك نجد الإيمان باليوم الآخر مقترناً بالإيمان بالله في مواطن كثيرة جداً من القرآن الكريم. هذه السورة مكية إلا آيات سنبينها إن شاء الله في آخر هذه السورة، ورد فيها أسباب نزول تدل على أنها مدنية، مثل قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإنها نزلت في شأن المسلمين عندما هموا بمعاقبة المشركين على ما فعلوا بهم في غزوة أحد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية آمرة لهم بأن لا يعاقبوا أحدا إلا بمثل ما عوقبوا به ولئن صبروا فالصبر خير لهم. هذه السورة جاءت بعد سورة الحجر، وبينهما تناسب ظاهر. ففي سورة الحجر قال الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. انظروا: فوربك لنسألنهم أجمعين. متى هذا؟ هذا سيكون في اليوم الذي يلاقي فيه العباد ربهم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكذلك في قوله في آخر تلك السورة، سورة الحجر، ولقد قال الله عز وجل: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. قال في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وفي آخر سورة الحجر قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فذكر أنهم يجعلون مع الله إلها آخر، وفي سورة النحل نزه الله عن الشريك والشبيه والنظير، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، وقال: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. في سورة الحجر ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام ومن أي شيء خلق البشر، وفي هذه السورة أيضا
كرر هذا الأمر، فقال الله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وفي سورة الحجر في أولها ذكرت عدد من النعم على وجه الاختصار: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لما ذكر الله هذا على سبيل الإجمال والعموم فصل في سورة النحل أيما تفصيل، فعدد النعم على وجه التفصيل التام حتى ذكر أكثر ما أصول النعم التي ينعم بها على الناس، وسنبين ذلك إن شاء الله خلال حديثنا عن هذه النعم نعمة النعمة، نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه علينا. وفي سورة الحجر ذكرت قصة إبراهيم، وفي هذه السورة مدح الله إبراهيم فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وفي سورة الحجر ذكر القرآن وأمر الله عز وجل باتباعه وتعظيمه، قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. وفي هذه السورة ذكر القرآن في أول السورة وفي آخرها، ففي أولها في قوله جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. وفي آخرها في آيات كثيرة قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. وهذه الآية بالذات قد ذكرت في هاتين السورتين، وهو أن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، فقد قال الله عز وجل في سورة الحجر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن التناسب بين هاتين السورتين كبير جدا، وهذا يبين لنا يا إخواني أن القرآن حكيم ونزل من لدن حكيم خبير، وأن كل شيء في هذا الكتاب قد وضع مكانه، وأنه لا يمكن أن تقدم آية بل ولا كلمة ولا حرف عن مكانه الذي وضع عليه في كتاب الله جل جلاله. هذه السورة يقول علماء إنها تتحدث عن النعم وشكرها، فهي تحصي نعم الله على العباد وتدلهم عليها نعمة نعمة، وتبين لهم فضل الله عليهم حتى يشكروا نعمة الله، فهذا هو موضوع هذه السورة. ولذلك سمى بعض المفسرين هذه السورة سورة النعم لكثرة ما ذكر فيها من النعم، بل هي سورة النعم بامتياز، يعني ما هناك سورة تخصصت في ذكر النعم كما تخصصت فيها سورة النحل، وإنما ذكرت النعم في سور أخرى من القرآن يعني عرضاً أو في موطن أو مواطن منها. أما أن تكون السورة من أولها إلى آخرها في ذكر النعم فهذا خاص بهذه السورة العظيمة الطويلة سورة النحل. انظروا عندما قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق، خلق الإنسان من نطفة، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ولكم فيها جمال، وتحمل أثقالكم، والخيل والحمير والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. وقال: هو الذي أنزل من السماء ماء، قال: ينبت لكم به الزرع والزيتون، قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وقال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إلى أن قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومستمر على هذا المنوال كما سنبين إن شاء الله إلى أن جاء في آخر السورة فقال جل من قائل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون.
انظر، هذه السورة من أولها إلى آخرها جاءت في هذه القضية، قضية ذكر النعم وتعدادها، ثم الأمر بشكرها وعدم كفرها. ولما ذكر إبراهيم، تأملوا حتى تتأكدوا من هذه القضية، لما ذكر إبراهيم قال الله في وصفه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. سبحان الله، يعني اقتدوا به. ولذلك قال بعدها: ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم وما كان حنيفا وما كان من المشركين. ثم أنتم أيها الأمة كونوا مثل إبراهيم. أنعم الله عليه بأنعم فشكر نعم الله عليه. ولما ذكر اليهود ذكرهم في جانب كفر النعم، فقال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذه سنبين معناها عندما نذكر أن هؤلاء اليهود قد جحدوا نعمة الله عليهم، فالله عز وجل قد أعطاهم يوم الجمعة فأبوا ورضوا بيوم السبت، فالله ابتلاهم به ومع ذلك اصطادوا يوم السبت ولم يقبلوا نعمة الله عليهم، فكانوا بذلك من الجاحدين. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله أي جاءت الساعة، وهي في الحقيقة لم تأتي، لكن هذا الأسلوب عند العرب معروف بأن يذكر الشيء الذي سيأتي بصيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه. فالله يقول: أتى أمر الله، يعني قامت الساعة. ما معنى قامت الساعة؟ يعني أنها ستقوم حقا كأنها قد صارت. وانظروا إلى قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني أنتم أيها المشركون كثيرا ما تستعجلون فتقولوا لمحمد: لتقم الساعة. إذا كان هناك ساعة وتدعيها يا محمد دعها تقوم، خلها تقوم. لا، أمر الساعة ليس بيدي ولا بيد أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يعلمها ولا يجليها لوقتها إلا هو جل جلاله. قال: فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه العلية عن كل ما يصفه به هؤلاء المشركون، فيصفون له الصاحبة والولد ويدعون له الشريك والنديد، نسأل الله العافية والسلامة. وبدأ بالتنزيه قبل ذكر العلو والتعالي، لأن التنزيه مقدم على قاعدة العلماء: التخلية قبل التحلية، فيخلى الله من النقائص ومن مشابهة المخلوقين ومن كل ما لا يليق بمقامه وقدره جل جلاله، فتتهيأ النفس لقبول المحامد وقبول الثناء والتمجيد والتعظيم. ولذلك نلاحظ أن كل تسبيح يتقدم على التحميد. أنت إذا انتهيت من الصلاة تقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لماذا؟ لأنك أولا تنزه، فإذا خلت النفس من كل مشابهة ومن كل يعني تنقيص من قدر الله عز وجل، عند ذلك حسنت التحلية والثناء على الله جل جلاله. قال: سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم ذكر أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، وهي هذا الوحي الذي ينزله عليهم. قال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي ينزل الملائكة بالروح أي بالوحي. وسمي الوحي روحا لأن به حياة الأرواح. الروح ما تحيا إلا بشيء واحد، البدن يحيا بأشياء كثيرة يا إخواني، بألبان وزروع وضروع ولحوم وأشياء كثيرة ينمو بها البدن ويحيا. أما الروح فليس لها مادة غذائية إلا واحدة فقط، وكل مادة أخرى يمكن أن تغذي هذه الروح فهي عبث
ولا يمكن أن تكون موصلة للحياة لهذه الروح إلا الروح، وهو الوحي الذي جعله الله عز وجل روحاً للأرواح وحياةً لهذه الأرواح. وقال ينزل على وجه التشديد، قال العلماء صيغة التنزيل تدل على التقطيع، يعني أنه ينزله شيئاً فشيئاً. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، على من يختار جل جلاله، فالله يختار من عباده أنبياء ورسل ينزل عليهم هذا الوحي على من يشاء من عباده. وأضاف هؤلاء العباد إليه لأنهم في أعلى مقامات العبودية، والعبودية وصف تشريف للمخلوق، فالمخلوق كلما كان عابدا لله أكثر كان قريبا من الله بشكل أكبر. ولذلك وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأجلها بوصف العبودية، فقال في السورة التي تلي هذه السورة وهي سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في السورة التي تليها أيضا وهي سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال: أن أنذروا، يعني يأمرهم أن ينذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه تبين لنا يا إخواني لماذا يذكر الله نعمه علينا ويعددها لنا، من أجل أن نوحده بها، نتخذها سبيلا لمعرفته وتوحيده. فالله خلقنا في هذه الحياة وأنعم علينا من أجل أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين جل جلاله. أن أنذروا أيها الرسل أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي خافوني. فمن لم يوحد الله عز وجل ويقبل هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل فإنه على خوف وحذر شديد. قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق، أي الحق الثابت الواقع الذي لا مرية فيه ولا شك، من أجل أن تقوموا فيها بالحق وألا تجعلوها داراً للهو والعبث. تعالى عما يشركون، أي تنزه وترفع عن كل هؤلاء الذين أشركوهم مع الله جل جلاله. خلق الإنسان، بعدما ذكر إنزال الروح من أمره على من يشاء من عباده ذكر خلق الإنسان ليبين أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان ليتلقى تلك الروح التي أنزلت من عنده. قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذه هي النتيجة عند أكثر الناس، أنه مخلوق من ضعف ومن مادة حقيرة جدا، ومع ذلك يتعالى ويتغطرس ويطغى، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: فإذا هو خصيم، أي شديد الخصومة، مبين، يرد على الله وعلى رسول الله. وسنبين بعض خصومته في هذه السورة، كما قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. انظروا كيف يحتجون على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وذكر الله عز وجل من أفعالهم وخصومتهم: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ثم قال الله عز وجل مبينا نعمه على عباده، وبدأ بأصول النعم، أصول النعم، فقال: والأنعام خلقها، خلقها من أجلكم لتستمتعوا بها. والأنعام يقصد بها بهيمة الأنعام المعروفة: الإبل والبقر والغنم، كلها بأصنافها وأنواعها، خلقها الله عز وجل لنا لنستمتع بها ولنشكر الله عليها.
قال لكم فيها دفع. قدم الجار والمجرور في قوله لكم ليبين أنها خلقت لنا قصدا، وأنه لولا الإنسان هذا الموجود لما خلقها الله عز وجل، لأنها إنما خلقت له، فهي مخلوقة لكم أنتم أيها الناس. خلق لكم فيها دفء، أي تستدفئون بها. ومن وجوه الاستدفاء بها الاستدفاء بجلودها التي هي من أعظم وسائل الاستدفاء، حيث يلبسها الناس فتقيهم شر البرد. ومنافع متعددة وكثيرة جدا، كالركوب والزينة والأكل والحرث وغير ذلك من المنافع العظيمة التي تحصل من خلال هذه الأنعام. قال ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال، بعد ما ذكر الأصل وهو الأكل والمنافع التي يحتاجها الناس من هذه البهيمة، ذكر أن لنا فيها شيئا زائدا على ذلك وهو الجمال. فالناس يحصل لهم في هذه الحياة أنس بامتلاك هذه البهيمة، وخصوصا في حالتين وهما حالة الرواح والسراح. ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني حين تأتي إليكم بالرواح، وحين تسرحون، حينما تخرج في الصباح سارحة طالبة للمرعى. وقدم الإراحة لأنها عندما تأتي تأتي مقبلة بوجوهها، وتأتي وقد يعني شبعت ورفعت رؤوسها على الأرض، بخلاف إذا ذهبت تجد رؤوسها وين؟ إلى الأرض تطلب المرعى. فشكلها الذي يبتهج به ويفرح بمرآة هو عندما تأتي في المساء، وهذا يعرفه أهل المراعي وأهل البوادي، يترقبونها عندما تأتي في المساء فيفرحون ويتجملون بمجيئها. قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لنا أثقال من متاع وتجارات وأعراض كثيرة جدا، لو أن الله عز وجل كلفنا حملها لكان ذلك من أشق الأشياء علينا، وكان ذلك من أسبأ من أعظم أسباب نقص التنمية في البلاد. لماذا؟ لأن الله لما خلق البلاد جعل في كل بلد خصائص وميزات لا توجد في بلاد أخرى، فأهل هذا البلد يتمتعون بهذه الخصيصة وينقلون ما زاد منها إلى البلاد الأخرى ليحصلوا المال. مثلا الآن نحن في القصيم، أهل القصيم يزرعون يعني النخيل أو يغرسون النخيل وينتجون التمور ويشتهرون بهذا الأمر، فالتمور عندهم كثيرة، ماذا يفعلون بها؟ عندما تكثر في الموسم يصدرونها إلى البلاد الأخرى التي تحتاجها والتي لا ينبت فيها هذا التمر. طيب كيف يحملون هذه التمور؟ قال الله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. انظروا كيف أكد رحمته بنا باسمين من أسمائه، قال رؤوف ورحيم. والرأفة هي أشد الرحمة، هي أرق من الرحمة، هي أرق من الرحمة، لأن الرأفة لا تكون إلا في شيء ينتفع به وفي شيء لا ضرر فيه، والرحمة لا، قد تكون في شيء فيه ضرر. الطبيب من أجل رحمتك يقطع أصبعك ولا لا؟ تذهب إليه فيقول والله عندك هنا تسمم ولابد من قطع الأصبع، هو يقطعها تعذيبا لك ولا رحمة بك؟ رحمة، لكن ليست رأفة، هذه ما تسمى رأفة. الرأفة تكون في منفعة خالصة. فالله عز وجل قال إن ربكم لرؤوف، في منافع لكم خالصة ليس فيها شيء من الضرر. ورحيم أيضا في أمور تحصل لكم رحمة من الله بكم ويكون فيها شيء تكرهونه، ويكون فيها شيء تكرهونه. فقدم المنفعة الخالصة ثم الرحمة الواسعة التي تتضمن ما فيه منفعة وما فيه مضرة.
قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ذكر الخيل والبغال والحمير بعدما ذكر الأنعام، لأن الأنعام تعتبر من أصول النعم في قضية المنافع والدفء والأكل والجمال وحمل الأثقال. أما الخيل والبغال والحمير فإنها تعتبر في درجة ثانية، لأننا نستفيد منها في الركوب ونستفيد منها في الزينة. فإن قيل هل هذا مقصور، يعني هذه مقصورة على هاتين فقط؟ نقول لا، وإنما ذكر الله عز وجل أهم منافعها الركوب والزينة. قال ويخلق ما لا تعلمون. من كان يصدق من آبائنا وأجدادنا ومن كانوا قبلنا أنه ستأتي في يوم من الأيام مراكب يركبها الناس ليست من جنس المراكب التي كانوا يركبونها؟ ماذا كانت مراكب الناس؟ كانت من الإبل، الخيل، البغال، الحمير إلى آخره، من البهائم المعروفة. وما كانوا يصدقون أنهم يوم من الأيام قد يركبون الحديد فيطير بهم بين السماء والأرض. ليسوا فرداً فرداً، وإنما جماعات وأمم. 400,000 إنسان الآن صنعوا طائرة تحمل 1,000 إنسان وتقلهم في الهواء فكأنهم على الأرض المستقرة. هذا ما يعرفه الناس ولا يمكن أن يصدقوه في أذهانهم، لكننا الآن نراه ونلمسه، وهذا مصداق قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. وهذا من الإعجاز الغيبي، حيث أخبر الله بأمر سيقع فوقع ورأيناه نحن ولا ندري. قد يأتي في الزمن القادم شيء يقال فيه عن الطائرات إنها وسيلة بدائية ومتخلفة، والله أعلم. قال وعلى الله قصد السبيل. لما ذكر الطرق الموصلة إلى الحاجات، أو يعني الموصلة إلى البلاد والمقاصد، ذكر الطريق الموصل إليه، وأن الله تكفل بدلالتنا عليه. ما أحد يدلك على الطريق الموصل إلى الله إلا الله، فلا تأخذه من غير الله. قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، يعني الطريق الموصل إلى الله سيبينه الله وهو يصل إلى الله. ومنها جائر، أي ومن السبل جائر، يعني مائل عن هذا الطريق الذي بينه الله لكم. وهذه مثل قول الله عز وجل إن علينا للهدى، يعني طريق الهدى واصل إلينا، وعلينا بيانه لكم، نحن نبينه لكم وندلكم عليه، لأنكم لن تعرفوه ولن تستطيعوا الاهتداء إليه إلا بإذن الله. ولذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل. قال ولو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن تزول بهذا يعني الفتنة والبلاء والاختبار. فالله بيّن الطريق ووضحه، وجعل الطريق كما قال جل جلاله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. بيّن هذا الطريق وهذا الطريق، فمن الناس من يسلك الطريق الموصلة إلى الله، ومنهم من ينحرف عنه. ثم ذكر من أصول النعم إنزال الماء من السماء. لاحظوا، بعد ما ذكر الهدى الذي ينزل من السماء وهو شيء معنوي، ذكر الماء الذي ينزل من السماء وهو شيء مادي. قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. يعني لكم منه الشراب الذي تشربونه والذي هو قوام الحياة، فالإنسان يصبر عن الطعام لكنه لا يصبر عن الشراب. ويمكن أن يعيش الإنسان يقولون يعني إلى 2 أو 3 شهور من دون طعام، لكنه لا يمكن أن يصبر أكثر من 5 أو 6 أيام من دون شراب إلا ويحل به الموت. فالشراب من أصول النعم، وأعظم هذه الأشربة وخيرها وأولاها وأحوج ما يكون الإنسان إليه هو هذا الماء النازل من السماء. قال ومنه شجر، أي ينبت لكم منه شجر فيه تسيمون، أي ترعون بهائمكم، تجعلونها ترعى في ذلك الشجر. ثم قال الله عز وجل مبينا
ما هي نعمته علينا بهذا الماء؟ قال: ينبت لكم به، أي بهذا الماء النازل من السماء، الزرع، وهي ما يزرع على وجه الأرض من أنواع البقولات والحبوب وغيرها، والزيتون، وهي هذه الشجرة العظيمة قدمها الله على بقية الأشجار لما فيها من أنواع وألوان البركة، فهي شجرة معمرة طويلة العمر حتى إنهم يقولون تصبر مئات السنين، وهي شجرة لا تيبس ولا يتحات ورقها، وهي شجرة لا تمرض، وهي شجرة تكتفي من الماء بالقليل، سبحان الله، وهي شجرة ذات منافع عظيمة وبركات سابقة. والنخيل، ثنى بالنخيل أيضا لعظم هذه الشجرة وأنها شجرة فيها من الخير ما لا يمكن عده ولا وصفه، حتى قال بعض المعاصرين أنهم عدوا ما في النخلة من الفوائد فبلغت قريبة من 90 في الليف وفي الجذع وفي العسب وفي اللخف وفي الثمر وفي النوى وفي القمع وفي كل شيء. قال: والنخيل والأعناب، إنما جعلت الأعناب متأخرة لأنها لا تدخر، يعني في الغالب أنه غالب العنب يؤكل رطبا ويسرع إليه الفساد، أما النخيل والزيتون فالغالب فيه أنه يدخر، ولكن هذه الثلاثة هي من أطيب الثمار، الزيتون والنخيل والأعناب، نص الله عليها ليبين عظمها وفائدتها. قال: ومن كل الثمرات، من غير ذلك، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، يعني لو تفكرتم كيف ينزل هذا الماء من السماء ثم تنبت هذه الزروع والثمار والأشجار على اختلاف أجناسها وألوانها وثمارها وطعومها وفوائدها لدلكم الفكر على أن الله هو الذي تفضل عليكم بذلك وأنه وحده هو المستحق للعبودية دون أحد سواه. قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وهذا يدلنا على أن هذه الأربعة مسخرة لنا، جعلها الله لنا، ولذلك لا توجد عند غيرنا، ما توجد في غير الكرة الأرضية. لو تذهب الآن لأي يعني كوكب من الكواكب التي حول الأرض ما تجد فيها لا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار إنما هو لنا نحن، وإلا هذا الكون في ظلمة دامسة عظيمة جدا. ولاحظوا قال: سخر لكم، ليدلنا على أن هذه كلها مسخرة لنا وأن فيها منفعتنا، ولذلك إذا فقدنا واحدا منها تضررنا أشد الضرر. ثم قال: والنجوم مسخرات بأمره. قال: والنجوم مسخرات بأمره، أفردها قال العلماء لأن معرفة فائدتها لا يدركه كل أحد، بل تحتاج إلى مزيد فكر ونظر، بخلاف الشمس والقمر يدرك كل أحد فائدتها، والليل والنهار ويلمس ذلك، لكن النجوم من الناس من يقول إنها لمعرفة المغيبات، هذا كذب، ما هو صحيح، إنما خلق الله النجوم لتكون زينة للسماء، لتكون علامات يهتدى بها، لتكون رجوم للشياطين، وأسباب أخرى يهتدي إليها من يتفكر وينظر. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، عندهم عقل. وبالمناسبة التفكر أدق من التعقل، فالتعقل هو من يكون عنده عقل يستطيع أن يهتدي إلى معرفة الشيء، أما التفكر فهو مزيد من النظر والتبصر، يعني إضافة إلى التعقل، ولذلك يستعمل التفكر فيما هو دقيق ويستعمل التعقل فيما هو جلي وواضح. ولاحظوا هذا في الآيتين السابقتين. قال: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، أي وسخر لكم ما ذرأ، أي خلق وبث لكم أنتم في الأرض مختلفا ألوانه، قد اختلفت ألوانه وأشكاله،
سواء كان ذلك من الزروع والثمار أو كان ذلك من البهائم والمخلوقات والدواب. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي إن في هذا الذي خلقناه لكم وسخرناه من أجلكم آية تدل على الله وحده، وتدل على أنه هو المتفرد بالخلق والمتفرد بالإنعام، وهو الحقيق بالعبودية دون أحد سواه. قال: وهو الذي سخر البحر، أفرد البحر. لماذا؟ لأنه آية عظيمة يا أخواني، هو يساوي الآن البحر أكثر من 75% من الكرة الأرضية، وفيه من الحيوانات والكائنات أضعاف ما في هذه الكرة الأرضية بمسافات بعيدة جدا. ولذلك قال الله عز وجل: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. يعدد لنا النعم التي نحصلها من هذا البحر. أولا: لتأكلوا منه لحما طريا. قدم الأكل لأنه أقرب المنافع وأشدها ضرورة. ونحن نلاحظ أنه في الآيات يذكر الأكل مقدما، قال: لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم. فجعل الأكل من الأمور المقدمة. قال: لتأكلوا منه لحما طريا. قال العلماء: ما مدح لحم في القرآن مثل ما مدح لحم البحر. قد تبين الآن بعد البحوث والدراسات أن لحم البحر هو أفضل أنواع اللحوم على الإطلاق، وهو أقلها ضررا، وسماه طريا. يبين هذه الطراوة لها أثر جدا في بنية الإنسان وفي صحته. وتستخرجوا منه حلية، أي تستخرجوا منه الياقوت والمرجان ونحوهما مما يستخرج من البحر. تلبسونها، أي تجعلونها لباسا لكم. وترى الفلك مواخر فيه، أي ترى السفن العظيمة تشقه شقا وهي تحمل أثقالكم وتحمل أمتعتكم. تصوروا يا إخواني لو كان الناس يحملون الآن يعني أمتعتهم ومصنوعاتهم على الإبل والبغال والحمير، كم ستصلنا سعر السلعة الواحدة من أي بلد من البلاد؟ ستكون غالية ومكلفة جدا، أليس كذلك؟ لكن السفينة الآن يحمل فيها مئات الآلاف من الأطنان، السفينة الواحدة مئات الآلاف من الأطنان، يعني 100,000 طن تجدها على سفينة واحدة، بل إنك تجد السفينة تحمل طائرات وتحمل آلاف من السيارات وتحمل بشر، بل إنها مدينة عائمة كاملة تسير في الماء وتحمل الأثقال من بلد إلى بلد والتجارات والناس وكل ما يحتاجه الخلق، وهذا من فضل الله. صوروا لو كان هذا محمولا بالطائرة، وزن الكيلو الآن بالطائرة إذا أردت تحمله معك في الطائرة التي أنت تذهب بها في الوزن الزائد يصل إلى 70 ريال الكيلو الواحد، لكن في الباخرة بريالين، بل إنهم لا يحملون بالوزن وإنما يحملون بالحجم. قال الله عز وجل: ولتبتغوا من فضله، أي ليحصل لكم الحصول على فضل الله بالتجارة بسبب هذا البحر، ولعلكم تشكرون، لعل هذا يكون سببا لشكركم عندما يعدد الله هذه النعم ويكثرها لكم. قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. ألقى، أي وضع في هذه الأرض على وجه الإلقاء. كيف خلقت هذه الجبال؟ لا ندري، هذا أمر من أمر الله لم يطلعنا الله عليه، لكن هذه الآية وآيات أخرى تدل على أن الجبال أو جزء منها قد ألقيت. ويؤكد هذا أو يعني يفسر لنا هذا كيف إن هذه الجبال التي نراها فوق ظهر الأرض هي بسبب هذا الإلقاء مغروسة في الأرض. يقولون إن الجبل الذي تراه أمامك ثلثاه في قاع الأرض، فإذا رأيت جبل طوله 1,000 متر فاعلم أن 2,000 متر من هذا الجبل داخل الأرض. وهذا يبين لك: وألقى في الأرض رواسي، راسية أي ثابتة،
أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم وتضطرب. إذن هذه الجبال هي من أعظم أسباب ثبات الأرض وعدم ميدها، أي اضطرابها وتزلزلها. وقبل سنتين أو ثلاث أو أربع سنوات حصلت هزة في مكة، فسئل أحد علماء الجيولوجيا عن ذلك فقال كثرة إزالة الجبال من مكة لأجل أغراض الإنشاء والإعمار يسبب لها هذه الهزات. وهذا يفسر لنا ما قاله الله عز وجل: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، جعلها الله عز وجل في هذه الأرض، وسبلا أي طرقا معلومة لعلكم تهتدون. فالناس يعرفون الآن كيف يصلون إلى المنطقة التي يريدون عبر طرق واضحة في الأرض. ولذلك نلاحظ يا إخواني، تلاحظ أحيانا جبل امتداده 1000 كيلو، لكن في وسط هذا الجبل هناك مداخل ومنافذ يستطيع الناس الدخول منها إلى المنطقة التي يريدونها من وراء ذلك الجبل. واعتبروا هذا بجبال السروات، هذه الجبال الممتدة من أقصى جنوب الجزيرة العربية من اليمن إلى قريب من شمالها. عندما تأتي للطائف ستجد هناك منفذ يدخلك إلى مكة من دون جبل، وهو ممر السيل. هذا ممر سهلي، قد قطع هذه الجبال. من الذي وضع هذا؟ وضعه الله. ولماذا وضع في هذا المكان بالذات؟ ليكون وسيلة لدخول من هم شرق هذه الجبال إلى هذه البقعة المقدسة وهي مكة المكرمة. قالوا علامات، وضع لكم أيضا في الأرض علامات. كيف هذه العلامات؟ العلامات منوعة، ترى جبل أحمر، جبل أسود طويل مسنن وصخري وجيري، وأرض حمراء وبيضاء وصفراء وسوداء وسهلة وصعبة. هذه علامات. تقول وين وضعت أهلك؟ يقول وضعتهم عند الجبل الفلاني. صوروا لو كانت الأرض كلها جزء واحد وشكل واحد، كيف سنهتدي إليها؟ كيف سنعرف المكان فيها؟ ما نستطيع. قال وعلامات، ثم قال وبالنجم هم يهتدون، أي جعل الله لهم النجوم ليهتدوا بها عندما يسيرون في هذه الأرض. ولذلك أعظم وسيلة لمعرفة مقاصد الإنسان في السفر سواء كان في السهل أو كان في البحر هو النجم. وكانت العرب معروفة بهذا، حتى إنهم يعتبرون أعرف الأمم بالنجوم، وإلى اليوم يا إخواني تسمى النجوم عالميا بالأسماء العربية. حتى الآن بعد ما تقدم العلم وأصبح العلم عند غير العرب، لا زالوا يعتمدون في علم النجوم على الأسماء العربية، لأن العرب كانوا أعلم الأمم بالنجوم وأسمائها وأوصافها ومداخلها ومخارجها وأوقات طلوعها وأوقات غيبوبتها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.